ماهر مذيوب النائب بمجلس النواب الشعب المنحل وجه رسالة إلى الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يقول له أنه ما عناش يعني ديمقراطية في بلادنا، نرى عنا انقلاب بين ظفرين أنجدونا. شنو رأيك تسمع هكا أنت كمواطن؟ كان جات انقلاب راهو هو في الحبس وما يوصلش يتكلم جملة واحدة أول حاجة. ثاني حاجة هو احنا الدستور وش اسمه والنشيد الوطني فلا عاش في تونس من خانها، ذم باز خاونا معناها نهايتهم يمشي يلموا امريكا تنفعوا برا البايدن ولا غيره ينفعوا، اما لهنا راهم غير ما يحاولوا يمسحوا العطبة متاع السفارات ولا يعملوا مهما ما يتصوروا في بالهم ما عندهم وين يوصلوا. نسمع هكا شيء اسف، معناها احنا بلاد تونس حرة مستقلة، معناها انا نعيب على النائب السيد كان في من الماضي معناها، وانا بالنسبه لي انا الشخص هذايا ماهوش تونسي ماهوش وطني، معناها يستنجد بدوله عظمى ويجبد لنا مشاكلنا ويجبد لنا حاجات اللي هي ماهيش في صالح الشعب التونسي، ولهذا معناها النائب هذايا عار عليك مش تمشي لامريكا وتحكي لهم خنارنا وتحكي مشاكلنا، ما يريك انت شنو مواطن في الشام مواطن تونسي ولا ما قلقتش انت حل الامور والمعطيات اللي موجوده في تونس واجتهد، معناها ما توصلش انت للحد مش تطلب دوله اجنبيه تستنجد بها دوله اجنبيه، طب معناها كي مش تستنجد بها باش تعمل لك حل، طب تلقى منفذ مش تزيد تحط علينا عملاء اكثر منك وتزيد تركب علينا، معناها تزيد تدخل في امورنا وتدخل لك هي وبعد تعيب وتقولوا احنا قوه استعماريه راجعه وهي لمنات وهي لمنات. هذوما تتعجب باش منهم هذوما؟ هذوما راهو جماعه هذوما فهمت الاحزاب راهو هذيم الانديال اللي فهمت بركوا البلاد 10 سنين فهمت مازالوا مش مكبشين فهمت، هذوما ناس ما يحشموش لا يحشموا ولا يجعروا فهمت، تو بالله عامل رساله رئيس الامريكيه فهمت يوري فيها وصار يا ولدي انت مالك ومالك انت يا احمد ربي ما تخليش الحبس قول له ما حاسبوكش فهمت، تدي هاك مسيب تو هاك ماخذ حريتك تو انت يا ولدي، خليه الراجل يخدم على روحه خليه الراجل البلاد ما عادش تحمل يا ولدي، راه انتم 10 سنين عملتوا فيها اللي ما يتعملش فهمت، 10 سنين راني عملتوا فيها شيء ما يتعملش فهمت، على الاقل هو جاء تو في عام ونص يا ولدي خليهم بعد حاسبوه، انتم كان جيتوا ديمقراطيين وتحبوا البلاد تونس ومعناه ناس كيما تحكي العباد تقدركم الشعب يقدركم فهمت، تخليوه تقولوا له فهمت يا خويا شابو ليك قضيتها فهمت بالاستحقاق الشعب جا معاك يا خويا فهمت برا اخدم ورينا شنو باش تعمل اللي ما عملناش نحن اعملوا انت. مذيوب من الرادشة القديمة نتاع التجمع اللي كلا الدنيا وتسحر بالاخره، كان مذيوب ب 50 دينار يبيع تونس توا ولا يمشيوا لامريكا ولا يمشيوا وين يحبوا، احنا القطار ماشي وهذوما الناس ما حبوش يحشموا يترشحوا كانوا مع عباد ورجال يترشحوا تو يجيبوا صفر فاصل، انا الشعب اللي مثلوه انا هو اللي مثلوه انا ما مثلونيش. الناس ما يتقوش بالله لان لما يكلم دوله اجنبيه الدوله هذيك بيدها عندها قوانين انها ما يمكنهاش تتدخل في الشؤون الداخليه للدول الاخرى وقانون دولي، اذن هذا الانسان هو انسان فوضوي ما يدري حتى على القوانين حتى في القانون الدولي، ما يمكنش لدولة تدخل في شؤون الدولة الأخرى، وحاولوا قبل وحاولوا يرذلوا رئيس الدولة وحتى الدولة كاملة، لكن قيس سعيد لما مشى للرياض اتقابل معه الرئيس الصيني ووعدوا باش يتعاملوا في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي كل شؤون الدولة الند مقابل الند، ما فيش هذا يحكم في هذا. الرئيس قيس سعيد بإذن الله تعالى في واشنطن باش يقابل بايدن قبل المؤتمر متاع أفريقيا وأمريكا، إذن هو رئيس مبجل. لماذا مبجل؟ لأنه صاحب مبدأ. تمشي للأجنبي فهمت تقول تورينا العوار متاعنا والصابون متاعنا تنشروهم، يا أخي الدول الأخرين في الدول اللي يعملوا هكايا نحن في الشيء هذايا دي هكا تعمل انت في الحريه مش هذيك اللي هي اكبر حريه اللي تعمل فيها انت توا هذه خيانه وحده هذه فهمت نتاع خيانه شعب دي راك عباد هذوما فهمت الدرجه هذه فهمت الغله اللي فيكم والحسد اللي فيهم يحبوا مازالوا شادين مكبشين ويقعدوا 10 سنين اخرين يحبوا يزيدوا يطولوا باش يزيدوا يتاكلوا بالشعب، الشعب ما عادش فيه الشعب عاد الله توا هنا صابرين
لا حليب لا سكر لا شيء ما فما. رئيس هبط نص الليل ولا 11 نتاع الليل دبوا كامل بالحليب مخبينه. يا ودي العباد هذوما باش يستدر منهم هذوما العباد هذوما. هذوما يحبوا يخربوا البلاد يحبوا يشعلوها يحبوا يهلكوها. المفروض راهو اللي حاطين يدين في دين في بعضنا ورانا نخدموا فيها البلاد هذه. يا خويا رانا 11 مليون رانا ماناش معناها 120 مليون رانا. المفروض رانا فهمت عايشين رانا لاباس علينا رانا فهمت امور النواط. من اللي خشوني عندنا نحن حرب عندنا فيها البلاد اش فيها؟ معنا الطوائف ولا عندنا الاحزاب ولا عندنا فهمت الشعب ما هو خليكم ومشاو اختار المجلس النواب واحد اخر يا خويا ربي معاه انت يقعد تفرج من البعيد يا خويا كان يا خويا تصلحت البلاد صلحت ما صلحتش يا خويا ارجع انت بعد عاود ارجع الحكم. اما انت تو تعرقل وتعمل الحكايات هذيا فهمت لصالح شكون بالله لصالح شكون؟ بعدين هما راهو يعملوا في شيء هذوما الغالب راهو ما يستحويوش هما ما عندهمش حتى فهمت شويه دم شويه دم ما عندهمش. دي 10 سنين يا حبيبي وانت قاعد بلاد بركتوها ولاد بلاد هلكتوها ولاد عباد جوعتوها وخليتهم عملتوا فيها فهمت وزيدوا تتكلموا توا وتوريوا في روحكم وتنشروا في صابونكم للغرب برحمه والديك شنو باش يعملوا لكم ترى شنو باش يعملوا لكم الغرب برحمه والديك يضحكوا عليهم يضحكوا عليهم يقولوا لهم تفرج هذوما السياسيين اللي بلاد خربوها تو ما يعرفوش هما تو ما يعرفوهمش هما هذوما ما يعرفوهاش يعرفوها يعرفوهم راهو جاوا ضد المشروع اللي عملوا اللي عملوا قيس سعيد نتاع الاستشارة جاءوا ضد الاستشارة وتعدت الاستشارة جاءوا ضد القوانين ومشيت القوانين جاءوا ضد الناس اللي حرقوا تونس ويابطوا الحاكم يشدوا مهم يابطوا يتظاهروا في البلاد حقوق الإنسان والطيار ماشي والامور ماشيه واحنا ماشيين والانتخابات باش تقع. الانسان هذا خطر على البلاد، احنا مشاكلنا مش مدخلهم فيهم، احنا مش ندخلوا احنا يدخلونا في مشاكلهم وهم يجوا مش يشوفونا من واحد بعد انتم بعد تعيبوا بعد ما تحل في الراس والفاس وتوليوا تعيبوا على اللي استنجد به، ولهذا الانسان هذا خطر على تونس، هذا خطر على تونس. والرئيس ما كذبش كي قال معناها خطر دائم من الداخل ماهوش من الخارج. ولهذا احنا الرئيس قيس سعيد راهو مانيش انسان دينه فيه كل واحد، اما في النقطه هذه اللي قال الناس اللي كانوا في مجلس النواب راهو الناس عملاء ويخدموا في مصالحهم وماخذين تونس غنيمه، معناها هما اللي معناها الاجواء ما تحلتهمش والاجواء ما معناها ما اللي حبوا عليها ما مشتش معاهم يحبوا يزيدوا يدمروا الشعب التونسي. ولهذا نستنجد من المواطنين التونسيين ونقولوا الامثال هذوما ما عندهمش بلاصه في تونس. هؤلاء التاريخ نساهم وما يسجلهم وما معترف بهم، حتى التاريخ مش معترف بهم. ليش؟ لان ما جابوش اي مصلحه للبلاد عدا الفوضى والخراب والنهب والسرقه وتهميش القانون وتهميش المجتمع. اذا هذم الناس ما من وراهم خير وعارف من المجتمع التونسي. ومثلا حضرت انا يوم السبت اللي فات هنا جايبين 400 ولا 500 واحد، الشعب التونسي 12 مليون. هذوما ناس معجورين فهمتني؟ وما يدروش هما لان هما تنقصهم السياسه، هاك الوقفه نتاعهم هذيك اللي صالح قيس سعيد. معناها هاي ديمقراطيه وهاو شارع بورقيبه وتحدث كما تحب وما يجي على حالك حد ولا من يزيد يحميك. اذا هما ناس ما يفكروش حتى الحاجه اللي عملوها اشهرها. ناس تنقصهم السياسه بالصحيح، انا مواطن بسيط مفكرها. نقول ديكتاتوريا ونمشي نعمل فهمتني احتجاج في شارع بورقيبه وما يكلمني حد ونلقى لمني يحرص فيا. اذا انا عملت حاجه لغير صالحي. هذوما ناس يلزم الشعب يرفضهم. ورفضهم الشعب هما من 25 جويليا لما مشى غادي للبرلمان وقال لهم ستوب. اللي يعملوا تو في المستحيل باش البلاد يزيدوا يعملوا لها مشاكل في المشاكل، فهمت؟ برا شوف الاذاعات هكا تشوف نتاعهم هما كيفاش نهار كامل هما فهمت يهلهلوا وها 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 وطلعوا في الاشاعات وطلعوا في هذه. خليوا البلاد تخدم،
انظروا للشعب مسيك، انظروا للشعب يا اخي، ما عندكمش انتم والدين انتم، فهمت يا اخي كيفاش كنتوا انتم، فشوفوا رواحكم كيفاش كنتوا، كيفاش جيتوا، كيفاش وليتوا. يخليوا الشعب يا خويا فهمتي يتفرهد شويه يا اخي، اللقمه على الاقل. نحن مش طالبين شيء، نلقاو باكو حليب، نلقاو باكو سكر، نلقاو فهمت زيت، نلقاو باش يطيبوا لصغارهم، فهمت عباد مانيش عادش نلاقي حتى الطرف البلابي في الشتاء ماش معاش لاقينه، فهمت يا خويا عليه هذا الكل، عليه هذا الكل، كل كره علينا ولا على عدائي، تخلي العباد تعيش.